من درعا مهد الثورة، الجريح السوري الذي يصاب بالقصف أو بالرصاص أو بالاشتباك، الجريح عندنا شهيد. معنا القائد الميداني أبو عزام، قائد ميداني في لواء فجر الإسلام، ليحدثنا عن ألم الجرحى الذي يعيشه الجريح في الداخل وفي الخارج عندما ينقل خارج الأراضي السورية. يحدثنا بالكامل عن هذا الألم الذي يعانيه الجريح في سوريا. أخو عزام، حدثنا عن ألم الجريح السوري. ألم إحنا فأنا خير بالشباب إنه نطلع لغات في أطباء في دكاترة مشان إنه يساعدوا الجرحى تبعنا ويديروا بالهم عليهم كأنهم عند أهاليهم. فتفاجأنا وإنه الدكاترة والمهندسين وهالناس سائل اللي بالتنسيقيات طلعوا حرامية، سرقوا دم الناس، والجريح تبعنا شهيد بالأردن وكوالياتهم. أنا عضو مجلس، أنا بظوليها، أنا زلم بالتنسيقيات، أنا بالإغاثة، أنا بالمشفى، كلياتهم طلعوا حرامية. هل داعمين اللي بدعموا برا مش حاطين الدعم بالمكان الصحيح؟ كوالياتهم حرامية إجمالا، ولا بستثني واحد من طفس من الشيوخ. وانت نازل الشيوخ هم سرقونا وهم لهبوا دم الناس، لا بيساعدوا الجريح ولا قاعدين بيساعدوا اي انسان، ان كان بالزعتري وان كان اي مصاب. الزعتري ما اظنكم جرحان، اظنكم بالزعتري بيجيبوا واحد مريض بيحطوه بالمشفى، ها بيجيب الداعم بيقول له احنا مندير بالنا عليه بس صوت وصوره، بعدين بيشيلوه بزيتوه بالزعتري ولا بيساعدونا باي شيء. لا هم داعمين هنا ولا هم مساعدين هناك، بس حاطيننا شوفيني يا بنت شوفي مكفاي كله كذب. اللي صفى بدها اجر بطلوا يشتغلوها، الشغله فيها مصاري صاروا يركضوا وراها. اما الجريح انه اجر الواحد بطول اجر انه يساعد ويدير باله عليه، ولا واحد يعني داير باله على الموضوع هذا خالص. والجريح هذا بنقول لهم الجريح هذا ما تصوب قدام المقصف، هذا تصوب بالجهاد قاعد على الجبهه، ما تصوب قدام المقصف. فهذولك ولياتهم دايرين لي على وين في واحد بده داعم الكل بركض عليه، والشاطر كلها بتحلس ما لسحي ولا واحد مساعدنا بشيء. جرحانا قاعد بتستشهد. هل يوجد اثباتات على ذلك الكلام الذي في شيء كثير؟ في احمد بردان تعال شلون، وفي هالشاب هذا راح، وفي حسان الزعبي تعال شلون، كلياتهم انزتوا بالزعتري ولا انسان دار بال عليهم على الخط. في احمد رضوان البردان كمان موجود بالمركز الاسلامي. احمد رضوان البردان، احمد رضوان البردان في نص كل جرحانا تجي غاب، تيجي من غاد بيقول لا لو يقضبنا الامن اشرف لنا من ظننا غاد عند الحراميه هذولا. يعني هل لا يوجد امكانيه لمعالجه الجريح في الداخل السوري وسط غياب الاطباء؟ والله ما في علاج، ما في يعني اطباء. كوريات طلعت لغات على اساس فان خير بيهم مشان انه يساعدوا الجرحى هناك. طلعوا كل واحد داير على فتيه، واحد داير يفتح مطعم، كلهم دايرين وين في داعم يركض وراه عشان يسرقوا منه، ولا بيساعدوا الجرحى على الخالص. بعطوهم من الجمل اذنه. هل من رساله اخيره توجهها الى الداعمين للصندوق الطبي؟ انا بناشد الداعمين الله يجزيهم بالخير انه بس يحطوا الداعم في بالمكان الصحيح. احنا ما بيصلنا شيء ولا جرحانا، بيصلوا من الجمل اذنه مشان يقولوا له انا اعطيتك، وبيجيبوا الداعم على المشفى مشان يفرجوه. اجيبوا اي جريح حطوه بالمشفى بس صوت وصوره بسرعه، يعني مثل اعلام الدنيا عشان انه لد هذا واحنا بلشانين بيه وكلياته الحكي ما في منه كذب. ايضا معنا مهران الزعبي ليحدثنا عن الم الجريح في الداخل وفي الخارج السوري. حدثنا عن الم الجريح. الجريح وضع الجريح بالداخل نوعا ما يعني في معاناه كبيره بغياب الاطباء. غياب الاطباء، الاطباء الموجودين بطفس والممرضين الاغلبيه فلوا وراحوا على الاردن، ما فيش منهم هون. صفي عندنا 3 اطباء بمدينه 50,000 موجود فيها 3 اطباء وما بطلعوش 10 ممرضين. احنا بنناشد هناك بالاخوان بالتنسيقيات وبالاطباء حصرا يهتموا بالجرحى، من اطباء طفس منهم الدكتور محمد ريشان الزعبي، منهم الدكتور ابراهيم الحسن يهتموا بالجرحى، ومنناشد بالتنسيقيات بيدخلوا معاهم ابو ينال كيوان بالتنسيقيات الممرض بيهتم بالجرحى بشكل كويس ومسمعيته جيده، نناشدهم على الشكل هذا. نعم. الى من يهمه الامر، هل من مجيب الى الم الجريح في سوريا؟ نضع هذه الرسالة بين أيديكم حتى يتم معالجة هذه المشكلة وهذا الأمر بالألم الجريح الذي لا يمكن معالجته لا في الداخل ولا في الخارج، من الموت إلى الموت، ومن يعني يعالجه ومن يعطيه حقه في العلاج من هذه الثورة. ومعنا أيضا القائد الميداني في لواء فجر الإسلام المساعد أبو محمود، يحدثنا أيضا عن الألم الجريح. أبو محمود، حدثنا عن الجريح في سوريا. الرحمة لشهدائنا وشفاء العاجل جرحانا. الجريح في مدننا وقرانا
يستنزف حتى الموت. جريح الشهيد، وهو الجريح الذي لا يوجد لدينا أطباء ولا يوجد لدينا ممرضين أو الكادر الطبي الكامل. فكادرنا الطبي اللامع والمميز والأطباء المميزين ذهبوا للأردن. نوجه رسالة إلى كل شخص أو كل طبيب أو كل ممرض ذهب للأردن أن يقوم بمساعدة جرحانا. أين أنتم من الثورة السورية؟ أين أنتم من دماء شهدائنا؟ أين أنتم من الجرحى الذين يستنزفون حتى الموت؟ نوجه هذه الرسالة ونقول إن شاء الله تكونوا من الناس اللي بختموا يعني مسك الختام إنه ساعد الجرحى. بس هذا نطلب منكم، ساعد الجرحى بكل الوسائل. الجريح قاعد عندنا بموت، هو بين خط الأردن وسوريا، هذا نوجه لكم. أيضا معنا مهران الزعبي لحدثنا أيضا عن ألم الجريح في الداخل والخارج السوري. بسم الله الرحمن الرحيم. الجريح شيخ بالداخل أموره جيدة نوعا ما إذا لقى الكادر الطبي موجود. نص الجرحى مثل ما قال الأخ محمود، نص الجرحى قاعدة بتموت على الطريق من قلة موجود الأطباء. الأطباء عندنا فلوا بطفس 50,000 نسمة، بقى منهم 3 أطباء، وأطباء ما فيش اختصاص جراحة عامة منهم. أطباء يعني ما بناش نذكر الأسماء، لكن في أطباء فلت لبرانية البلد ولامعين مثل ما قال الأخ محمود. ما بناش نذكر الأسماء لأنه في قائمة العار باسم الأطباء اللي تخادروا بالثورة. في أطباء معروفين، أطباء عصبية، أطباء جراحة عامة، وما بديش أضيف على أسماء أكثر من هيج. وفي يعني نص ما مثل ما تفضل ما قال الجرحى قاعدة بتموت على الطريق، وبنتمنى منهم إنهم يساعدوا جرحى هناك. راحوا فتحوا عيادات مش مشان يقصوا المصاري هناك بألف دينار وخمسين دينار ومية دينار. بقص بتصل فيهم جريح بقولوا له تعال عندنا بتاكسي. الجريح قاعد بطلع من عندنا من هون وضعه صفر، يعني جريح يا أما بده يكون على الجبهة يا أما بده يكون من حالات القصف. ومنطالبهم بنطالب التنسيقيات يدخلوا معاهم أبو ينال بالتنسيقيات. ما بدناش نذكر اسم أبو ينال. إيش أبو ينال يدخلوا معاهم بالتنسيقيات. أبو ينال بطالب فيه الجرحى. إحنا حاجين مع أكثر من جريح كله بيشهد بابو ينال. ابو ينال زلمه بيشتغل لله، احنا بنطالب ابو ينال يكون موجود بالتنسيقيات. ايضا معنا طارق نواف الزعبي قائد ميداني في لواء فجر الاسلامي، حدثنا ايضا عن الالم الداخل الذي يعيشه المريض في سوريا بضعف الكادر الطبي وقله الادويه وانعدام المشافي الميدانيه وصعوبه نقله الى الاردن، وماذا يحدث معه ايضا في الاردن. حدثنا اخ طارق عن الم الجريح. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اول شيء طلعنا ضد الظلم وضد الفساد وضد ضد الكفر. النظام بتعامل معنا بجميع الوسائل اللي متبعه. احنا مناش جميع الاطباء وجميع الناس الخيره انه ما يتعاملوا معنا مع النظام، يتشاركوا مع النظام بقتلنا. احنا عم نموت تون، ما عندنا لا دواء. الاطباء مقصرين معنا، فلوا على الاردن وراحوا فلوا على غير الاردن على مصر. احنا ما بدناش نذكر اسماء. والداعمين الله يجزيهم الخير. بالنسبه للدول الله يجزيهم الخير قاعدين بيقدموا، بس احيانا بروح على مصدر غير موثوق اللي قاعد بيصلهم. في ناس بتصل لهم المال والدواء بروح كله بتجمد وبينباع. في وعندنا اثباتات وعندنا ادله انه في دواء عم بينباع بالسوق، بيتاخذ على اساس انه هو هيئه واغاثي عم بيروح عم ببيع الدواء. احنا بنناشد، احنا عندنا اسماء هيئه اغاثه موثوقين وواثقين منهم، وعندنا اطباء. احنا عندنا هون اللي معنا اللي بارض الميدان. احنا قاعدين بننكتل كل يوم، وقاعد بروح الجريح من هون على الاردن تا يتداوى مش تا ينقتل مره ثانيه. احنا بنفضل انه ما نعمل ما نودي جريحنا على الاردن، والجريح عم بيناشدنا انه انا ما بدي اروح على الاردن، انا بفضل اموت 100 موته ولا اروح على الاردن. ليش؟ لانه بس يروح على الاردن عم بيقتلوه مره ثانيه، عم بيتركوه عم بيهملوه وعم بيرجع. في مرضى في اصابهم غرغرينا من رجليهم. في مرضى اتصابوا غرغرينا من رجليهم بسبب الاهمال تبع التنسيقيات واهمال الاطباء. احنا بنقول للاطباء مره ثانيه، احنا مننا جدكم، يا اما فوتوا على بلدكم وساعدونا. المشافي الميدانيه عندنا فاضي، ما عندنا لا عمليات، لا بنقدر نعمل عمليه، لا بنقدر نعمل شيء. مرت الماضيه عمليه بالمعده، ما فضلنا اخذوه على الاردن ووصل للعنايه المشدده وعنايه فائقه بعمليه جراحه بسيطه. احنا ما عندنا. هل من رساله وصلها الى اعضاء التنسيقيات في الخارج لاستقبال الجريح وكيف يتعاملوا معه؟ صراحه احنا ناديناكم كثير وناشدناكم كثير يا اهل التنسيقيات، رجاء لا تخلونا نستعمل معكم بالاسماء. والله بنضحكوا بالاسماء، ما بدناش احنا نتعامل معكم بطريقه مش مناسبه.
التزموا وحسوا فينا بس. حسوا فينا. الجيش احنا بشر. الجيش الحر يوجه رسالة إلى الخارج بمعاملة الجريح وإلى كل الداعمين أن لا تجعلوا الدم السوري لعوبة بأيديكم. الدم السوري هو دم غالي ودم يعني شارك في الثورة السورية وقدم الغالي والنفيس حتى ينتصر على هذا النظام المجرم، لأن الشعب السوري خرج ضد الظلم من أجل أن يعيش بحرية وعدالة وكرامة، وأن لا يخرج من الموت إلى الموت ولا يعالج هناك عندما يخرج خارج الأراضي السورية. وكل الأطباء المتخاذلين الذين تغيبوا عن الثورة السورية هم يتآمرون على الشعب السوري وتاجروا بدماء الشعب السوري، فالجريح في سوريا بشكل دائم هو شهيد. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر.